احنا كنا في منتهى السعادة طبعاً. يوم ما وصل السيد وزير العمري واحنا وقال كلمة للعيبة فعلا خلتنا حسينا ان هو جاي بينقل الرسالة. نكمل، فانا عايز حاجات انت اللي تستقبل هذه المكالمة. ماشي السيد حمدي لازم. يعني اعتقد مين؟ سيد حمدي. سيد حمدي صحيح دائما هو الدكتور دائما مقتنع بيه منذ مباراة الترجي الموسم الماضي اللي الاهلي خسرها بهدف نيانج، وكان الدكتور هناك في تونس وقعد مع سيد حمدي لوحده وكلمه وقال له الله شريف اكرامي اغلى واهم بطوله في حياتك يا شريف. اه طبعا الحمد لله الحمد لله، يعني احنا تعبنا جدا بصراحه، وكان نفسنا ان احنا ناخد البطوله دي لاسباب كتير جدا معنويه ونفسيه، ويعني زي ما انت شايفين انت كنت معانا طول البطوله وعارف كم بالضغط اللي احنا تعرضنا له، فالحمد لله صعبه انا فيها كلها. اه طبعا بس الحمد لله يعني احنا لا انت وشك حلو يا عم. ربنا يخليك. لا الحمد لله طبعا على البطوله دي، ويعني احنا بنهديها للجمهور مصر كله وجمهورنا بصفه خاصه والاهلي شهدائنا ولشهدائنا اللي كان نفسنا يبقوا موجودين معانا والحمد لله على كل حال، واحنا تعبنا جدا كلعيبه وكجهاز وبصراحه يعني، فانا شايف ان ده احلى مفاجاه يعني احلى جايزه نستحقها احنا بعد الفتره دي كلها، واحنا مصر كلها محتاجه تفرح واحنا بنهديها لشعب مصر كله وجمهورنا وشهدائنا بصفه خاصه. سيبك تلبس ولسه لنا حوار تاني هنكمل مع بعض عشان تلحق الاوتوبيس، يا اما تروح لوحدك النهارده. لا خلاص 88 نعم. تروح هناك في رادس يعني